معلش يا حبيب، خدوا النبي الفطار ده وديه للنام. طب برز يخي برزت عينك من وشك يا بعين. خد نحلوح اهو، قل له يفطر ويروح يشوف اكل عيش. يا استاذ لمبة، يا استاذ لمبة. عايز ايه الفطار يا استاذ لمبة؟ طب ثواني ونزل. هاتي يا ما هو بقول لك هاتي يا بقول لك اهو بص مش شايفه يعني يا ده هاتي الجنيه اللي انت لدعته من نجلاء مراتي ده هو جنيه اعمى اعمى انا هوديه للمغربي هاتي الجنيه مغربي بلد انت طلعت لي فوق لا خلاص يبقى نص جنيه تطلعني فوق يبقى نص يبقى جنيه انما تحت هنا هو عند الماسوره يبقى نص جنيه ها هو كفايه عليك ده خد رعب جنيه اهو إذا احنا مش اتفقنا على نص جنيه مش في ضرائب عقاريه لسوء الاحوال الاهليه يعني قانونا وشك للحيط وقفاك ليا يلا اسرح يلا يلا ده انت يال. لوده لود لوده ما هنتش برضو على النوجه طبعا عليك يا جرى علي اعزى طبع راس عم بقال زي ليه اصدوما ايوه اصدوما ايوه اخ السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته النبي فين اصدوما انا اللي اصدوما انا تقفل الفرامل والدربليات 100 100 يا باشا من ساعه ما اللوست اشرف كلمني ظبطت لك كل حاجه والفرامل 100 100 وبالقسط كمان خد اطلع قدام بالعربيه وتعالى بدارك وقفنا اهو واضرب فرامل ودربلياش في الحته دي في الحته دي هي دي التجربه يعني؟ اه ماشي انا جاي لك اهو الوقت الله نور يا استاذ دوما بس انا بقى مش عايزه تزحف الزحفه اللي هي الزحفتها دي براء باذن الله براء باذن الله الله يخرب بيتك اتاخرت كده ليه انا دخلت يا استاذ والله عشان الاقي محامي بس يجي يترافع عن القضيه وياجلها مفيش نهار اسود الليله السوداء انت بعدين الفلوس اللي احنا خدناها من التريلا اللي على جنب ده يفرمنا طب انا اعمل ايه يا ريس انا دخت انا جايب حتى رحت اجلت بابا هو عشان اي حد يطلع بيتك انا عندي فكره يا استاذ قول الحقني ما تقوم كده بجلاله ادك وتترافع وانا الحاجه المحامين دول خالص قول ان وشك كده ماله انت جايب الوش التاني النهارده مش كده يا ريس انت بتتجنن يا انت مش عارف ان احنا اساسا احنا بناخد المتهم بال وبنوافق مع المحامي وبنقبض احنا وبنخلع اللي المحامي يا افندي المحامي في الـ في الـ في الكابينيه في الكابينيه في الكابينيه يعني هو في الكابينيه وجاي براءه باذن الله ان شاء الله براءه ابص ايدك شوف شكله عامل ازاي ده مش بعيد يحطنا احنا الاثنين في مشترك ويغتصبنا دفعه واحده فندي بقول لك يا متر ما تقوم تترفع انت ادام المحامي ما جاش ونتحاسب بعدين المخ سنقر سنتريسي ندعو على القضيه ايوه حاضر ما انا عارف ندعو على القضيه والمصحف سمعت خلصت العظم والنبي سمعت اما قمت تترفع يخرب بيت ابنك الدفاع يتفضل قوم فز سيد الرئيس سيد الرئيس حضرات الساده المستغربين أنا أحمد الحاجب أرجو أن تتسع ساحة المحكمة لكي آخذ راحتي في الدفاع اجري يا أشرف هتجري أبويا أبويا اجري يا أشرف اجري يا أشرف
مسكتكم يا روح على الارض ولا حتى الموت. خلصتوا يا عيال الاكسرسايز؟ لسه. ايه هو ده؟ احنا هنقعد اون ذا داي فور اكزام. يلا يا اخويا كويكلي كويكلي ورايا طبيعي. عدسي برضو بس وان. طب ايه رايكم بقى تحلوا صفحه الجرامير دي 180 مره؟ وفين الشعريه بتاعت الدروس؟ أدخ أنا جابت أدخ خلص بقى خلص بقى مزهقناهاش أو كده بقى مش إحنا بس اللي إحنا في الموبايل قعدت أكلمك أزيد من 15 ثانية خلاص مش زعلان مش زعلان يعني؟ لا مش زعلان يا بنت والله شكلك لسه زعلان خلاص يا راجل مش زعلان يا بنت والله شكلك زعلانة مش زعلانة يا بنت سلمي مش زعلانه دي عامله ايه كويس لا يعني انت عامله اكل ايه عدس عدس والله العظيم عدس صدقني كانت نفسي رايحه احنا بقى لنا كتير قوي ما بناكلش عدس ده لسه واكلينه من ساعتين ايه يا نوجا يوه يا لمبي اعمل لك ايه يعني بفتك يلا بقى يلا بقى ما تخلوا الناس بقى اللي هياكل حاجه فيكم اكيد له زب انت بتدرس الزبالين ولا ايه؟ معلش خلاص حقك عليا ده في واد بتلات ودان قاعد ده انا والشيف ورود بس شكلهم حلو فعلا شكلهم حلو ربنا كان وجه كده اما تبقى بطنك كده مبقلله قدامك كده وطالعه وماشيه كده ماشيه لحد ما افتح باب الشقه واروح راني بقيت كرشك بره يا رب يا لمبي نفسي في حته عيل يملى علينا حياتنا يا بنت ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما تقلقيش من شيء من رحمه ربنا وده من شيء خلاص من العالم الزباله اللي عندك دي عشان خاطر نروح للدكتور بتاع النساء والوليد وليد وليد يا لمبي اسمه توليد يا ست نسا وتوليد التوليد والنور اي حاجه انا حاسس ان المره دي في امل كده يا رب ابو عمر يا رب سبحان الله خير يا دكتور الحقيقه بعد الفحوصات والتحاليل والكشف الدقيق ده اقدر اقول ان موضوع الحمل ده مش هيحصل خالص ليه يعني ليه موضوع الحمل مش هيحصل خالص؟ هي متجوزه واحد ميت ولا ايه؟ لا خالص العيب مش فيك. امال فيك؟ ولا العيب فيك؟ امال العيب فيك؟ الحقيقه انت سليم وهي سليمه. بس هي لو اتجوزت واحد تاني تخلف. وانت اذا اتجوزت واحده تانيه تخلف. انما انتوا الاتنين مع بعض ما تخلفوش. لان ايه ما نخلفش؟ امال عن بيض ده راي الطب نو هو مفيش امل الله انك اذا كان الراجل ده اساسا مخلف دبدوب فكرة احنا مش عايزين نروح لدكاترة تاني بلا عياد بلا عرف بص للعيال عندك اللي انت بتدرسي لهم دول وانت هتكرار الخلفة واللي عايزين يخلفوها كمان من التباتة اللي هم فيها تباتة انا نفسي اخلف يا لب نفسي في عيل عايزة عيل وانا عايز تكييف وانا كمان عايز عيل نوجة يا بنت عبيطة احنا لسه يا دوبك متجوزين بقالنا 7 سنين وقبليهم خطوبة 8 ها؟ يبقى 15 سنة لأن فضلنا 10 ونبقى تعبيدة مع بعض نحمد ربنا النور
ده في ناس بتقعد بالتلاتين والأربعين سنة والله ما بيخلفوا، ولما بيموتوا برضو ما بيخلفوش. أنا مش عارف ليه. إيه؟ خلاص بقى. واقف بقى. انت حتى التنكي من اولها ما تشربي بقى على طول. انت مش شايفه؟ البسي. طيب البسي. هات ده حمص الشام. ها كنجت. ايه فينك يا عم الف سبروسلي؟ الف 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 مبروك يا ريس. ايه كان المحامي عملها الواد زبق. ايوه يا استاذ احنا قليلين كده بقى تقدر تترافع قدام التخيل ما يقدرش يقول لك بم. لا 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 اللي ترافع ده يطلع في الازمات يعني. ده مثلا يبقى كرنيه مثلا يطلع في لجنه في كمين. كمين في الناس اللي هم بيجوا يقبضوا على الناس في البيوت كده مش اي حاجه يعني. بس فيها حاجه الصوره برضك. فيها صورتك؟ وريني وشك كده. اه ده الوش اللي بتجيب بالخضار. ما طبعا صورتي. انت قصدك ايه طيب؟ فيها حاجه كده. حاجه محترمه. فيها احترام. ايوه فخر ووكر كده. وكر ايه؟ يا صوره رئيس عصابه. اي حيوان انت بتتريق على لا مهابه. ايه حاجه مهابه؟ ايه حاجه؟ ايه حاجه انت شايف ايه؟ ده هو ده؟ اه ده انا هو ده. ده هو ده؟ ايوه يا حاجه. ايه شايف في منديل بابويا هنا وانا اقرع؟ انا عاوزك تحضر الجلسه مع ولدي المحامي بتاعه عمل حادثه وجاي. الجلسه باقي عليها ربع ساعه. اترافع عن ولدي وبعدين نتفق على الاتعاب. خلاص. ايوه بس لا 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 لازم اشوف القضيه كده واعرف التفاصيل والتيتلز. بتقول ايه؟ التفاصيل والتيتلز. هو هيتكلم جوه. لا انسى انسى هنا. يا استاذ ما تقف كده قدام الارض وتترافع. ما تخافش وما تهفش من حد وطلع الكرنيه قدام التخين. انت محامي. الله عليك انت محامي. انت ما عارفش انك محامي. انا عارف بس هو دايما بيحب يفكرني بعد الظهر. واد الطربوشه اهو. طربوشه اهو على اساس اني راح اترافع عن محمد طه. امسك امسك. ولدي حيضيع منك. عين عليك يا ولدي. قلبي اتحرق عليك يا ولدي. قول لي بقى تفاصيل القضية ايه؟ عركة عادية بين عيلتين. ولدي حيروح في داهية. ولدي حيروح في داهية. ولدي لا تفاصيل هنا يا حاج. ولدي لا نوف في الدور ولا في الطحين. تفاصيل هنا يا حاج. ولدي لا نوف في الدور ولا في الطحين. ولدي حيروح مني. القرار اخر جلسه. ابنك اسمه ايه يا حاج؟ عبد الصمد وهدان حلقولو. اسم عبد الصمد وهدان حلقولو؟ زيرو. زيرو؟ ده الاسم بالكامل. ما علينا. طيب هو تهمته ايه بقى؟ قتل. ايه ده؟ ايه احنا ما اتفقناش على كده. اتفقنا على ايه؟ ما اتفقناش على انه قتل. أنا ما اتفقناش على كده يا حاج. أنت كنت بتعملني في مفاجأة هنا. أبوس يدك، أبوس يدك، ما تفضحنيش. هينقدم عليك. نادي على اللي بعده. عبد الصمد وهدان حلقوله ضد حنجل أبو حديدة. يا حاج إحنا ما اتفقناش على كده. ما تفضحنيش. أبوس يدك. عبد الصمد وهدان حلقوله. طب هو قتله إزاي؟ يا رب سكينة. شال ضرب في السكينة في حنكه؟ أيوة حاضر أهو. شران بقه؟ يعني ايه شران بقه دي؟ جون الحنجل. حنجل حلبوله قتل حنجل. حلبوله فلق حنجل؟ قتل حنجل. قتل حنجل في ايه يا استاذ؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ حضرات السادة المستشارين عم احمد الحاجب، ان طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسية يا استاذ. طعنة ناهية يا استاذ. طعنة بالية يا استاذ. انت مش فاهم حاجة ولا ايه؟ امال ايه عرقبه ولا ايه؟ يا استاذ انت مش قاري ملف القضية. ليه؟ موكلك هو اللي طعن حنجل. لا والله هو اللي طعن حنجل؟ هو اللي غزه؟ ابنك اللي غزه؟ انت ما قلتليش الكلام ده يا حاج. انت بتعمل تفاجئ فيا ليه؟ سيدي الرئيس، ان طعنة موكلي لحنجل كانت طعنة رقيقة. كانت طعنة في الهدوء. طب كانت انهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت انهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة. لا والله 11 طعنة؟ طعنوا 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له اجازة ولا ايه؟
سيد الرئيس، هل تسمح لي هيئه المحكمه المؤقره ان بسؤال على مقربه من المناصره؟ تعال فضل. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك. في حاجة عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا، هو بس الحقيقة أنا مش محامي. نعم يا أخويا؟ لا، مش قصدي سعادتك، أنا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي هنا، لأن المتهم اللي هنا المحامي هو جاي له فأوتوبيس خبطه، فالمحامي اتطبق والأوتوبيس مش لاقينه. اتطبق إيه؟ أنت عايز إيه بالظبط؟ أبوس إيدك، شجع الشباب، شجع الشباب، المنطقة كلها عندي مستنيه شربات واحد فرق أول مرافعة ليا. شربات يا أستاذ؟ قول لي طلباتك. هكون عايز اسكبريسو، عايز تأجيل. إيه؟ تأجيل. تأجيل؟ آه. خلاص يا أخويا تأجل القضية، اتفضل. حياة المصحف والله. بقول لك اتفضل يا أستاذ تأجل القضية. والله هتقولها، يعني أنت هتقولها قدام الناس دلوقتي؟ يلا يا أستاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم والمعلم وكلكم سعادتكم. تؤجل القضية لجلسة 9/9. مبروك يا حاج، القضية اتأجلت للساعة 9. يا لهوي، 5000 جنيه يا لفي، معقولة؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ محامي؟ أنت هتبقى محامي؟ أنت يعني أنت المدرسة؟ لا يا أخويا مالكش دعوة بيا، أنا حيالة بدرس لابن أم عبوسة فتحية وأكلاهم، ثانية صدره، يعني ناس غلاب. انما انت كده بتلعب مع الحكومه يا لمي. طب واللي يقول لك النهارده بقى ان هو زلزل دار الفضاء العالي يا راجل؟ والله اقول لك على حاجه. ها؟ اما اتهم في قلب القفص فضل يتنطط 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 من فرحه ويسقف لحد ما رموا له السوداني. يا شيخ انت هتمزح عليا يا لمي ولا ايه؟ قول كلام غير ده. طب اقول لك على الكبيره. الكبيره بقى وانا واقف المرافعه كده وبقول كده بروح لامح بعيني كده، شفت ال سيادة المستشار ويا الدمعة بتفر من عينيه. يا لهوي. الله عيط. القاضي عيط؟ يا بنت بقول لك المستشار، قاضي ايه انت؟ يو، ما القاضي هو المستشار يا راجل. لا ده هو المستشار. يا لهوي. لا والله هو ده هما الاثنين واحد؟ ايوه. هو طالع بمنظورين ولا ايه؟ يا نهار اسود عليا. يا بنت افهمي، واضح ان انت معلوماتك في القانون ضيقة. اه. سيادة القاضي هو اللي بيبقى في النص. انما المستشار بيبقى هو اللي بيقعد يعيط. ايه؟ اه، امال ايه؟ يا راجل انت لخبطتني معلوماتي، اهم حاجة. يعني هتمشي معانا يا لبي ولا ايه؟ اطمني يا بت، اطمني قوي. اقول لك على المفاجأة الكبيرة بقى؟ اقول لك على المفاجأة الكبيرة. لازم في كمان 5000 جنيه جايين زيهم. يا لهوي، لو النبي 5000 جنيه كمان. اول بص على 5000 جنيه بس بقى، التانيين كلهم تلتينات. عشرينات ما تفرق. طب بص بقى يا حبيبي. ايوه انا عارف، انا الدلع ده بتاع الحريم لما تشوف الفلوس فتروح تعمل اللي ما هي مش عايز كده. عشان خاطر اختي ميرفت وجوزها محي عازمينها على الفيلا الجديده النهارده. لحظه واحده، استنوا النبي، هات النضاره دي ما تبوظيش اللحظه السعيده. طب بقى انا كده مش هشوف يا ست من جنبك، هو ما فيش بيني وبينك ملم. طيب. ها اختي مرفت وجوزها محي عازمنا على الفيلا الجديده النهارده. اه نفسي بقى نروح بلبس عليه القيمه. بس كده يعني هتشيكني؟ هتشيكك ورقصك كمان يا بنت. السكر غلي وين حلو ايه؟ السكر غلي وين حلو ايه؟ قام لبت على الركب. السكر غلي وين حلو ايه؟ السكر غلي المرطقاني. لم علينا عبيدك يا رب. عند الفضح ده. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ايه يا سيدي المعلمين؟ ازيك يا استاذ؟ عايزين بقى حاجة كده يعني نفتخر بيها قدام الخل. تحت أمر حضرتك، عندك كل حاجة، عندك رجالي وحريمي. وادي البروفة الرجال ايه؟ خش قيس. وادي البروفة خلي الأنسة تخش تقيس جوه. خلي الايه؟ الأنسة تخش تقيس جوه. على أساس إن أنا واقف قدامك شفاف. في إيه يا أستاذ؟ أنا غلطت فين دروستهم يعني؟ في لا 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 لا
يا عم انا كلمتك انت عايز تتخانق ليه طيب؟ الله تمال امك انت انت بره 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 ام علينا عبيدك يا رب وفي ايه؟ عارفة؟ الله 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 الناس راحت فين يا بوب؟ مش عارف الناس دي كانت كرافيك ولا ايه؟ يا نهوي ايه؟ الفلوس مش خطرتيني فكرت البتاع ملغم ولا حاجة ما تخافيش يا بنت الفلوس ان اهو في قلب الجيب جوزك سبع خفت يكونوا اتسرقوا يا خرامي لا يتسرقوا منين اهو في جيبي اهو بس ولو برضك لازم نروح في الشياكة عند محي ومرفت وبين نكمل شوبنج انت انك نروح الموسكي كلاس اكتر اه طبعا والله عندك حق المرة الجاية نروح الموسكي يلا هو ده الكلاس فعلا لما علينا عبيدك يا رب يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا على فكرة السفرة دي كلها جاية دليفري من دبي والراجل جاي بالفزمة من دبي والنبي كنت عارف انك هتعلق عليها مشكله ما بتعديش انت يا لولو ما بتعديش حاجه بموت بضحكة الكابوريا اللي انت بتعملها دي ظريف قوي يا عم العيال بتموت فيك عين احسن عمو حبيبي ربنا يخليك يا رب ربنا يبارك عين محي ايه دبل العجل اللي قاعد جنبي ده يا نجلاء يا حبيبي طفل 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 ايه ده؟ طفونة يا بابا طفونة قولي عفونة مش طفونة ده الواد هيطرشق زي الخرشوف خلاص بقى عين ما قلتليش بقى يا لولو الدكتور اللي انتوا رحتوا له ده بقى خلاص قال لكم مش هتخلفوا تاني خالص صح؟ مفيش أمل لا مش هتخلف تاني ما تخلفش ليه؟ راجل وست ما يخلفوش ليه؟ يعني هنجيب واحد من كارفور كنت عارف انك هتعلق عليها ما اقولكيش بقى على فيلة الساحل الشمالي يا نهار ابيض الفيلا كده الجنينه كده البحر كده يعني تدقلجي من السرير تنزلي على البحر غطس يا ميدي هاتي العلبه اللي اديتلك الظهر يا نهار ابيض يا عالجمال بصي الجمال شايفه وانا بتمشى في الشانزليزيه لما كنت بباريس انا وجوزي اول ما شفته ما استخسروش فيا ارخص من مصر ب 29000 جنيه تخيلي بصي الماظ يا لهوي الماظ مبروك ألف مبروك حاجة تقبل طبعا والآن مع المفاجأة ايه هننفجر ولا ايه؟ لا ولا إيه؟ أول أغنية أطفال بصوت ابني ياسر محي الدين طب ما تكمل بقية الشارع خليه ياسر محي الدين أبو العز المتفرع من البطل محمود عبد العزيز والله على رايك انا خايف انزل الشريط الناس تتوه يلا يلا يا ياسر سمع عمو يعني لكم يا بابا يعني لكم يا بابا يعني اقول له ده طلعوا يا محي ورجوا كده ولفوا بالبكرة الله الله برافو يا حبيبي برافو يا حبيبي ما شاء الله يا محي ابنك مش محتاج لشريط اطفال ابنك محتاج يغني على نفقة الدولة حبيبي يا محي ميرسي يا لمبي عقبال اولادك يوه انا ناسي يا اخي انكم ما بتخلفوش يلا يلا النوم يلا تصبح على خير يا محي
ايه يا نوبة؟ انت بتسلقي بني ادمين ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. بقول لك ايه يا حبيبي؟ قال بقى انا حاولت اعتذر لهم 100 مره مفيش فايده، هي زعلني. يا حبيبتي اعمل لك مفيش فلوس. بقول لك مفيش فلوس. اغنيها لك؟ مفيش فلوس على الهوا، مفيش فلوس. هقول لي اقول لك ايه؟ نشمع نشمع زي المتشمع. يعني ايه لمبي؟ الله قال يعني ايه لمبي؟ يعني مش انا اللي افسح مراتي على حساب عديل الغني. طب ايه رايك بقى ما انتش داخل المطبخ تاني؟ عشان انت كل مره تدخل المطبخ تقعد تاكل من الاكل من قبل ما اخلص. هدي امشي اطلع بره. الله ما بره بره انت يعني هتطلعينا من الكونسول؟ على فكره انت بنيه مفتريه او المصحف، لو ربنا اداكي هتدوس على زمامير الخلق كلها. اعوذ بالله. هات الخياره، هات الخياره بتاعتي وليا مقتدريه. اجل عايزه يا نوبة، عايزه يا بت، عايزه ايه؟ انت عايز تتخانق على الصبح ولا ايه؟ وهخسر لك نفوخك. تعال هي. طب بالراحه، طب انت اطلع بره. طب بالراحه، طب يا بنت بالراحه بقى. ما تعصبنيش انا بابو عامر. والمصحف على هخسر لك نفوخك. اقعد قعدنا اتفضل لي ارض لوك لوك. انا عايز اعرف انت بتغير من محي عشان اغنى مننا ولا ايه؟ انا اغير من محي؟ ده انا غير من تعتباطي ولا غيرش منه، ده كفايه وشه اللي متراقب. افهم من كده ان انا مش هطلع المصيف معاك وتجوز اختي محي؟ لا نطلع النجم، نطلع. انت مش عايز نطلع المصيف؟ نطلع المصيف عشان يفضل يعاير فينا بقى في الطلعه وفي الدخله. الفيلا دي ب 7,559,000. انتوا رحتوا للدكتور ولا لسه ما رحتوش؟ انتوا باين عليكم مش هتخلفوا خالص. بني ادم سائل ورزيل والتبته بتبوظ من وشه. سبحان الله سبحان الله في رزقه، اللهم لا اعتراض. بني ادم ربنا مديله المال والبنون، ما فاضلش غير ان يديله يوسف شعبان عشان يقفل المسلسل. والنبي انا عايز اخلف عيال على ايه؟ عشان يشوفوا عقد وجنان ابوهم؟ الا ما مره طلبت منك طلب الا ولازم تعجن عليا. يا نوجا بس بقى خلاص. طب بقى ما تعيطيش بقى نوجا بقى، ما انا مش حرمك من حاجه يا نوجا اهو. الله، قلت لي عايزه لبس، خدتك لاشيك مناطق عشوائيه في البلد وجبت لك لبس اي ست تحسدك عليه في الدنيا. جبت لك شقه بص لحيطانها، بص للسقف، لوحه فنيه مرسومه. فنكخ نفسه ما يعرفش يرسم الرسمه دي، لان ده الكخ نفسه. يا بنت فواقي بقى. والنبي اللي يسمع كده يقول ما عايشني في لندن. والنبي اخلعي البتاع دي يا نجلاء. يا بنت اهدي بقى، ما تسمعيش كلام حد بقى. اختك المبجله اللي بتجيلك دي مش هتنفعك. فاكره نفسها قصر في دور دقلي. مالكش دعوه باختي. ولعي بيها، انا هقول لك اكتر من كده ايه؟ ابلعوا بعض يا ستي. ابلعوا زي القطط. انتوا بصوا زي القطط، والمصحف زي القطط، تاكلوا وتتكرعوا. بتكرع؟ ايوه بتتكرعوا. انا بتكرع يا لمبي؟ ايوه بتتكرعي، وكلمه ثانيه هكرعك بره. الله يخرب بيت المصحف على عايزين يروحوا. لا هاتي الام النضاره دي، النضاره دي هي اللي مبوظه علاقتنا، مفيش نضارات تاني، خلاص. هم 2500، 2000 هنركب بيهم سرير بدل السرير ابو جرده ده، وال 500 التانيين هظبط لك بيهم المخدات بتاعت المناخير دي عشان نفهم بعض. نفهم بقى، يبقى في كابيلتي بينا احنا الاثنين، مهم الكابيلتي. الله حرام عليكي. طب يا نمدي. ما خلاص يا نجلاء بقى، قلت خلاص هنزل اشتري السرير دلوقتي. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنه وحضراتكم طيب. طيب الله يخليك. من فضلك والله انا عندي سرير بس ايه لازق في رجله جدل كده، فهل ممكن تشنج؟ لا مفيش تشنج عندنا والله. مفيش اي؟ لا 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 لا. طب في عندكم سراير؟ اه موجود ان شاء الله. طب ممكن تقول لي فين عنبر السراير؟ عنبر؟ قصدي قسم السراير. عندك كده على اليمين. يمين كده؟ اه يمين كده. طب انا خدمه، شكر جدا. شكرا. سراير حلو ما بتزيقش؟ لا ما بتزيقش بجد والله. ان شاء الله. بس انا ما بحبش اللي بيزيق بيفضح في الحكايه. خد البرشام ده هيريحك لغايه ما تجيلي مستشفى وتدخل على قسم الاعصاب عدل. حاضر بس شوف الحل ارجوك، انا العيال ابتدت تخاف مني في البيت، اعمل ايه؟ اسيب البيت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثانيه واحده بس اتكلم مع الدكتور. يا دكتور. طب انتوا عندكم سراير في العياده؟ لحظه واحده من فضلك، لحظه واحده. حاضر. خلاص يا دكتور، اعتبر المكان مكانك تمام، والكرسي خلاص اتحجز باسم حضرتك. Ha 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 ha!
تمام. هذا السرير ده كتم للصوت. وده اللي هيبقى في العنتابلي. تغمرني ايه؟